انطلاق الموسم الدراسي 2021-2022 لمحوي الأمية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية عبر الوطن، حيث احتضنت ولاية بشار الانطلاق الرسمي بإشراف لطرش طارق النائب العام لدى مجلس قضاء بشار ووالي الولاية. نحن متواجدون اليوم في ولاية بشار من أجل الانطلاقة الرسمية لفصول محو الأمية خاصة في مؤسسات العقابية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لإدارة السجون. هذه السنة يعني رفعنا شعار تحت عنوان من أجل جزائر جديدة بلا أمية معلوماتية. بالنسبة لولاية بشار أو للمديرية الفرعية للديوان الوطني لمحو الأمية ولتعليم الكبار، يعني قد صار يعني مشوارا طويلا وحقق نتائج جيدة، حيث أن بلغت الآن يعني أقل من 5% في ولاية بشار. فالعدد الإجمالي للدارسين 1371، يؤطرهم 123 مؤطر. التقينا محمد أحد نزلاء المؤسسة العقابية والذي وصل إلى مستوى الرابعة متوسط، وكانت البداية بقسم محو الأمية بالمؤسسة العقابية. ورانا متعاونين معهم ومتعاونين معنا، احنا مادابينا احنا نقراو باش بنادم كيخرج يلقى راسه طلع شوية النيفو، وبنادم إن شاء الله يتوب واللي يدخل مع المجتمع بقرايته صديق يستقبلونا غير عساسة كاع وما نقعدوش هكاك. إن إعادة بناء الفرد وتحويله من نزيل سابق بالمؤسسات العقابية إلى فرد صالح وفعال يعتمد على إدماج المساجين بعد انتهاء عقوبتهم.